طيب انت، انا اعرف ان انت متابع او قاري تاريخ الاهلي بشكل كويس جدا. شايف العمق التاريخي ده فارق معانا كتير. النادي الاهلي مختلف عن اي مؤسسه رياضيه تاني في الشرق الاوسط وفي المنطقه كلها. اللي هو التاريخ بتاعه هو المستقبل. النادي ماشي بمبادئ معينه وباسس معينه، والكلمه دي بتضايق ناس كتير. طبعا. ولو هتسالني ايه اكبر نجاحات كابتن محمود الخطيب، ده بقى مش المجلس، كابتن محمود الخطيب في ال4 سنين اللي فاتوا، انه قدر يحافظ على صوره النادي الاهلي. صوره النادي الاهلي دي لو تقول لي ايه الانجاز الاكبر لكابتن محمود الخطيب على مدار ال4 سنين اللي هو شخصيا، هو قدرته في وسط الحرب اللي اتحاربها على مدار ال4 سنين اللي فاتوا، انه ما فيش حاجه اسمها مبادئ وقيم، وان الفلوس اهم من الانتماء، وان ما فيش حاجه اسمها اخلاق ومبادئ وقيم النادي الاهلي، ان هو حارب الكلام ده كله وقدر ان هو يوصل الرساله بتاعته بالشكل المظبوط، وان هو يطلع في الاخر منتصر. خلي بالك انت 2020 السنه اللي فاتت، يعني لما كان لعيب ما يجددش ويمشي، وكان يطلع البرامج التحليليه يقول لك النادي الاهلي يجب ان يعي ان عصر الزمان انتهى والمبادئ انتهت، وان ده عصر الاحتراف، وان اللعيب اللي يطلبه ياخده والكلام ده كله، هم نفس الاعلاميين اللي بعديها ب6 7 شهور لما الاهلي خد البطولات كلها قال لك النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب اتعامل صح، ان اوضه اللبس ما ينفعش يبقى فيها فروقات كبيره، نفس الاعلاميين. صحيح. ما خلي بالك الاهلي لما تحط اسمه في جمله مفيده بتبقى ترند على طول. صحيح. فالناس تحب تحط اسم الاهلي في جمله مفيده حتى لو هيتشتم على فكره، بس هو المهم الترند قبل اي حاجه. عشان كده انتوا يعني مش من فراغ كان الشعار تاريخ مبادئ تطوير، ان طبعا. انا وانا بستشرف المستقبل بدأ بالتاريخ. الاهلي مختلف. الاهلي طول عمره مختلف في مواقفه. في طريقه مكسبه. جمهور الاهلي يعني بيحب المكسب اكتر حاجه في الدنيا، بس يحب يكسب بطريقه معينه. ايوه. يعني يحب يكسب بطريقه معينه يحب يحافظ على الاهلي. وما يحبش الشماعات، يبقى شايف التحكيم فيه مشكله ويضغط وكل حاجه، لكن برضه يقول لك الفريق مصر. ايوه. برضه في مشكله، احنا اللي اتدلعنا، احنا لو كنا جبنا الفرصه دي ما كناش ادينا فرصه لحد. ما كناش ادينا فرصه لحد. ده جمهور الاهلي. يعني ده طول عمره الميزه اللي فيه، انك انت بتقول ده بتقول ده. جمهور بيكبر الاهلي على اي حد. عن اي لعيب، عن اي مسؤول، عن اي حد في الدنيا، الاهلي هو اللي فوق الجميع. الجمهور على فكره هو اللي بيطبق مقوله الاهلي فوق الجميع قبل اي حد. مفيش لاعب في الدنيا الجمهور يحس بس ان هو يعني بيتعالى على الاهلي، بس لا حد بيتحايل على تجديد، ولا حد بيشتمنا كمجلس اداره عشان نجدد لحد. ايوه. ولا حد بيضغط علينا. أيوة. يوم الجمهور يحس بس ان اللعيب. على فكره ده كلام مهم جدا، ان انت تبقى كصانع قرار حاسس ان الجمهور في ظهر مش ضاغط عليك، ده في ظهرك في الحته دي. ولا ده هو اللي مش سامح لك ان انت تفكر تفرط، ولا الهوى، مستحيل. بس كده، ده انت في ناس انت بتجبر انك انت ما ينفعش يرجعوا تاني بسبب الجمهور. طبعا. خلاص انت خدت ترند معين، الجمهور بيحب الطريقه دي. جمهور الاهلي بيحب الطريقه دي. ويحب يتغنى بالاختلاف والتميز، بالتميز ده. ويحب يجيب لك احداث قديمه واحداث 85 والماتش بتاع الكاس بتاع 82. وسبحان الله في كل مره الاهلي بينحاز للمبدا، ربنا بيكرمه، ربنا بينصرك في الاخر.